ثروه زياده ويت الحكي مشال الصائغ تاع اصحاب دهنات ناشونال. والله انا حاليا ما بعرف. نائل صلاة من شركه اسكادينيا. مثل تعال الكسير صاحب شركه الكسير. عبد المجيد شومان. طلال ابو غزال. اكيد طبعا. اكيد طبعا. اكيد طبعا. مش اكيد طبعا. انا بصراحه ناوي من قبل يعني افتح شركه ايفنتس واعمل ايفنتس عشان بحب اكون كرييتيف اكثر من اشياء. مكتب سياحي عشان اروج السياحه في الاردن والاثار في الاردن، سياحه خارجيه وسياحه داخليه. حاجه لراس مال دائم بدعمني. فكر افتح شركه اول اربع بس نحتاج ناس تدلنا وترشدنا كيف بفكر افتح شركه للمعدات الطبيه. اللي بحتاجه هو دعم مالي وشويه تدريب يقدروا الناس يوجهوني ايش اللي كيف ادير الشركه تبعتي. والله اذا عندي تمويل مالي مناسب يا ريت. مش غلط طموحي اني افتح شركه تامين بس بحاجه الى دراسه للسوق. انا بحب افتح زي بيكري لانه عندي شغف لهي الامور وانا بحاجه لتدريب وراس مال ومواد. بناء على تخصصي انا تخصص انا كيمياء ممكن افتح مختبر تحليل او مختبر مواد كيماويه. بس في بتواجهنا عده مشاكل، اول مشكله اللي هي راس المال، والمشكله الثانيه انه بنحتاج لايادي عامله تكون مختصه وصاحبه خبره. طموحي اني افتح شركتي الخاصه بالتخصص يعني انتاج حيواني، بس منقصني انه راس المال والشخص يساعدني اني انمي قدراتي والافكار والخطط اللي بدي اضعها. بما انه مجالي يعني انا معلم صف، ممكن مدرسه ممكن شركه، بس يعني الوقت بده بحاجه لخبره لراس مال هيك شيء. يعني انا بدرس هندسه ميكانيك وحابب اني اسوي افتح محل شركه صغيره كقطع سيارات صيانه، بس انه بحاجه اول شيء انه تدريب يهني انه اعرف شو اسوي شو اعمل شو افتح في الشغلات هاي.